ممكن نتوكل على الله ونبدأ عشان نكسب وقت. هنتكلم إن شاء الله على حاجة اسمها المالتي ليفل انهيرتنس. المالتي ليفل انهيرتنس عندنا نوعين في المالتيبل انهيرتنس. عندنا المالتي ليفل وعندنا المالتيبل انهيرتنس، تمام؟ في حاجة أكتر من ليفل وفي حاجة اسمها أكتر الوراثة المتعددة يعني. المفهوم ده مفهوم المالتي ليفل اوف انهيرتنس ده مفهوم منتشر في كل لغات البرمجه تقريبا اللي بتدعم الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، ماشي؟ ودي ما فيهاش اي مشكله خالص، وان الكلاس بيورث من كلاس بيورث من كلاس، يعني عندي كلاس A وكلاس B، كلاس 2 بيورث من كلاس 1، كلاس N بيورث من كلاس 2 وهكذا. ده نوع من انواع. طبعا عندنا احنا اخذنا الانهيرتنس العاديه، صح ولا ايه؟ فانا عندي كلاس 1 مثلا واعمل كلاس ديفينيشن، وعندي كلاس 2 بيورث من كلاس 1، وعندي كلاس 3 بيورث من كلاس 2 وهكذا، تمام؟ يعني لو احنا حبينا نشوف على ده مثال ان شاء الله. نفتح كده اخر بين قلنا المالتي ليفل ماشي. طيب قلنا أول حاجة هنتكلم عليها إن الكلاسز بتورث من بعض بشكل هيراركي أو مالتي ليفل يعني. يعني أنا ببساطة أقدر أقول كلاس وأقوم جاي عامل كلاس 1 ماشي؟ الكلاس بعيد عن ما اكتب فيه كلام دلوقتي، هكتب فيه كلمة بس ماشي؟ يعني أكننا كاتبين اللي كاتبينه هو، مش مشكلة يعني. أو ممكن نحط مثلا ديف، مثلا هحط فان 1 مثلا ماشي؟ وهخليها تبرنت ان هي كلاس 1 فان 1 ماشي. ومن نفس الاسلوب ده ممكن ابني ان انا هيبقى عندي كلاس 2 خلاص، وكلاس 2 ده هيعمل هيبقى من كلاس 1 ماشي، يعني بيعمل عامل انهيرت من كلاس 1 تمام، واعمل فيها فانكشن اسمها فانكشن 2 واحط ده كلاس 2 فانكشن، واجي في الكلاس 3 خليه يارس من كلاس 2، بعد كده هديفاين فانكشن اسمها فانكشن 3 واقول دي جايه من كلاس 3 فانكشن 3. يعني عندي انا عندي كلاس 1 فانكشن 1، عندي كلاس 2 فانكشن 2، عندي كلاس 3 فانكشن 3، ما عنديش مشكله. لكن انا عايز اقوله ان كلاس 1 ده بيز، كلاس 2 ده وارث منه، كلاس 3 ده وارث من كلاس 2. فبطبيعه الحال دلوقتي جبته في ايه فان؟ في فان 1 وفي فان 2 صح؟ يعني انا عملت اوبجكت من كلاس 1 قلت سي 1. هو ممكن اسال بس يا دكتور؟ الانهيرتنس العاديه اللي هو مثلا كلاس 3 ياخد من كلاس 1 على طول من البيرنت، صح كده؟ لكن المالتي انهيرتنس اللي هو بقى كلاس بياخد من كلاس وكله بياخد من اللي هو الاولاني، لا زي ما حضرتك بتقول كده كلاس من كلاس، وطبعا شايل خصائص الاولاني. دي كلامك يعني لغايه دلوقتي، دي كلامك لغايه دلوقتي صح، بس لغايه دلوقتي يعني ايه لغايه دلوقتي؟ يعني لغايه يعني المستوى اللي احنا بنتكلم فيه انت صح، بس هو فعليا كلامك كمان شويه هيبقى غلط. انا عايزك تركزي معايا. طب اوضح لحضرتك بس اقصد ايه؟ يعني مثلا حضرتك كلاس 2 هياخد من كلاس 1 كل الميثود اللي فيه وكل الاتريبيوتس اللي فيه، تمام كده؟ ماشي. وبعد كده كلاس 3 هياخد من كلاس 2 كل برضو الخصائص اللي هي اصلا واخدها من كلاس 1، كده المالتي. لكن اللي هو العادي الانهيرتنس العادي اقصد بياخد من الاب على طول. ده سؤالي يا دكتور، صح كده؟ صح كده مؤقتا.
عشان تقول كده بس عندنا اثنين مالتي عندنا اثنين في عندنا المالتي ليفل خلاص اللي احنا بنشرحه دلوقتي في عندنا حاجه اسمها المالتيبل انهيرتنس تمام فالاثنين متعددين متعدد تمام الاثنين متعددين بس ايه الفرق انا بحب اسمي ده بيسميه الهيراركي ده هيراركي تمام يعني زي شكل كده بينهرت من بعض ده وارث من ده ده وارث من ده ده وارث من ده ده الشكل الطبيعي بتاعه البسيط خلاص واللي انت قلتيه بدقه كله سليم يعني لو جيت قلت سي 1 مش هلاقي جواه غير فان 1 منتهي الكلام صح مش جواه غير فان 1 مفيش لكن لما اجي اقول اشتغل على كلاس 2 تمام الاقي فيه فان و 2 بالظبط الاقي فيه فان 1 وفان 2 صح فان 2 فان 1 والاقي فان ايه فان 2 لو انا شغال على 3 الاقي فان 1 والاقي فان 2 والاقي كمان ايه فان 3 فان 3 ده الهيراركي مش كده بمر المتعدد بقى ايه يا دكتور يعني هيكون ايه الوقت بس نعرف ده الاول ونطبقه وبعد كده نخش على الثاني خلينا هنا الاول هنعمل ايه يا بنت بس افرق في الطباعه فاهم ده كل واحد بتاع مين؟ اثنين وده شغل ايه؟ كلاس صح؟ في خمسه فقال لي عادي جدا كلاس 1 قال لي كلاس 1 فان 1 من كلاس 2 قدرت توصل طبعا لكلاس 2 فان 2 بس برضه قدرت توصل لكلاس 1 فان 1 لان انا وارث منها. في كلاس 3 ودي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها انه قدر يوصل لكلاس 3 طبعا قدر يوصل لابوه اللي هو كلاس 2 قدر يوصل لجده تمام ودي اللقطه اللي هي تعتبر جديده عن الانهيرتنس العاديه صح انه بيقدر يوصل لاعلى من كده انه بيقدر يوصل لاعلى من اللي وارث منه بشكل مباشر من اللي وارث منه بشكل ايه بشكل تمام طيب وده بنعتبره يعني مستوى بس فاهمين لقطة ان هو يقدر يوصل للجد وجد الجد وجد والجد يعني مش عنده مشكلة خالص. لكن في حاجة تانية طبعا احنا عرفنا برضه قيس انستنس وعرفنا قيس سب كلاس طبعا احنا عايزين نتأكد هو ده جاي من ده ولا ده جاي من ده ولا ده جاي منين يعني مين جاي من فين صح ولا ايه؟ ما كانش دي بالنسبة لنا فيها مشكلة. طيب فاضل لنا ايه؟ الشكل بقى التاني ده كشكل بقى مختلف شويه. قال ان الدريبت كلاس وارث من اكتر من بيز. زي ما الانسان كده بيجي يورث امه وابوه مثلا. تمام؟ مش بيورث من شخصيه واحده، بيورث من اثنين مع بعض. فلو حبينا ناخد مثال على الحته دي مش ناخد المهم الحته اللي فاتت دي تمام؟ بالتالي ما فيهاش مشكله. تمام؟ طيب لو احنا بنتكلم على المالتيبل تمام المالتيبل انهيرتنس مش زي المالتي انهيرتنس دي اللي هي المالتي ليفل المالتي ليفل دي موجوده في اغلب لغات البرمجه يعني اغلب لغات البرمجه بتدعم المالتي انهيرتنس عادي ماشي طيب لكن المالتيبل انهيرتنس في لغات كتير ما بتدعمهاش بالذات اللغات الحديثه بالذات اللغات الحديثه تمام اللغات الحديثه دي على فكره يعني اقصد اللي بعد البايثون بشويه يعني حتى لو قلت الجافا فالجافا بالنسبه للبايثون الحديثه يعني او السي شارب او اللغات دي ايه الفكره بقى؟ قال لك الفكره هنا مختلفه تماما انا عندي خدت بالكم بيز 1 بيز 2 بيز 3 مثلا وفي دريفت انا جاي قايل له ادي كلاس 1 ادي كلاس 2 بس مش وارث مش مهم مش مهم ممكن يكون وارث بس مش ممكن يكون مش وارث عادي وهاجي على التالت ده اقول مين كلاس 1 من واحد بقى كوما وكلاس 2 كده بقى وارث من مين ومن مين؟ من 1 و 2 من 1 و 2 معا خلاص يعني هنا في اختلاف طبعا في اختلاف
لان مش وارث من الوالد. نعم نعم ان تو مش وارث اصلا، مش وارث من وان تو يعني. مش شايف غير فان تو بس، ما شافش فان وان. وده وارد اكون انا محتاج كده، وارد ان انا اكون محتاج كده. كل الكلام يعني نزلت هنا كده يا دكتور. واحنا ليه ما اشتغلناش على الفيجوال ستوديو؟ نعم الفيجوال ستوديو اي حاجه، اي حاجه، بس انا علشان في المستوى الاول، وعلشان اول ما سطبت البايثون بس دي اللي بينزل، ده اللي بينزل معاها. ما حبيتش اقول لكم نزلوا برنامج كذا ونزلوا برنامج كذا، مش عايز ازعج مركزين. لكن في برامج كتير احسن من ده بكتير طبعا، لكن ده الديفولت اللي بينزل مع البايثون في الاصل. حاسه ان ده شكله بيلخبط شويه يعني، بيرسم زحمه كده. زحمه ايه هي؟ ايه هي؟ خلاص يعني بالعكس، ده مش ازحم، الثاني ازحم، لان الثاني بيديك امكانيات اكتر، زي مثلا بيديك الملفات مفتوحه على بعضها، بيديك مش عارف ايه، فامكانياته اكتر. ده ابسط يعني، ما بتقدر اللي انت بتكتبي فيه وبس، بيفتح كل حاجه ثانيه. طيب على العموم ايا كان احسن ولا مش قضيتنا يعني، لكن لكن احنا ان شاء الله فيما بعد هناخد حاجات غير ده، تمام؟ بس مش هي دي القضيه، اي دي عمرها ما كانت القضيه، القضيه في اللي احنا طيب. دكتور عادل جدا. نعم دكتور عادل يعطيك العافيه، بدي اسالك هسه الان بس اتاكد على المعلومه، البايثون بيدعم المالتي كلاس غير عن اللغات زي السي شارب والجافا؟ اه بالضبط. نعم تمام، انا اكدت على المعلومه دي من شويه. ماشي نعم، حبيت اتاكد بس. اه لان في ناس، في ناس دايما بيشتغلوا في حاجات ثانيه، الموضوع ده زي السي شارب. نعم زي السي شارب نعتمد على الانترفيس بدل المالتي. في الاخر بعيد عن الانترفيس انت بتشتغل بالمالتي ليفل خلاص يعني. نعم عندنا يعني ممكن يشغل مالتي ليفل وخلاص، لكن ده موجود فاحنا بنقوله يعني بحيث ان يبقى عندنا المعلومه يعني. ف تو مش بيقدر يشوف فان 1 المحطه مش وارث صح؟ وبالتالي لو سبناه كده هيطلع ايرور، لو سبناه كده هيطلع ايرور. لكن فان 1 وفان 2 وفان 3 موجودين في كلاس 3 اه، يبقى ده الفرق. لو عملنا كده رن هيضرب مننا، هو بينادى على مين؟ لما يجي كلاس 2 ينادى على فان 1 يضرب صح؟ هي دي، لان هو ما هوش وارث. دي اللقطه المختلفه ما بين ده وما بين ده، تمام؟ المثال طبعا احنا عملناه، دي اللقطه المختلفه او النقطه الواضحه بين ما بين الاسلوب ده بتاع المالتيبل انيرتنس وما بين المالتيبل. بس في خمسه كده المره دي مشي الحال، فهنلاقي ان كلاس 1 فان 1 كلاس 2 فان 2 وعندي ايه؟ ثلاثه كف كل. اللقطه دايما اللي بتقلق الناس وتخليهم مش معجبين بالقضيه دي، اقولها كده على ونخش في اللي بعده ان شاء الله. وعندي هنا لو عملت ديف فن ماشي، فانكشن ما ايا كانت بتعمل ايه؟ قلت دي بالبرنت كلاس 1 فن ماشي. وهنا اهو عملت ديف تاني برضو فان وقلت فان فروم كلاس 2 فان. دايما بتبدا تحصل معانا مشكله هنا، خدي بالكم ان ده ورث من الاثنين، مع ان تنفيذ فان اللي في كلاس 1 تعارضت مع تنفيذ فان اللي في كلاس ايه؟ اللي في كلاس 2 صح ولا ايه؟ نعم معايا الناس؟ لا لازم الناس تاخد بالها من القضيه ونبدا نشتغل يعني. اكيد بالظبط بقول لك ايه، والدك عنده خاصيه اسمها العصب، ووالدتك عندها عصبيه اسمها عصبي برضه، فانت اكيد هتورث العصبيه دي اكيد. بس المشكله فين؟ اكيد المشكله فين بقى، العصبيه بتاعت الوالد ولا العصبيه بتاعت الوالده؟
او عصبيه دبل او عصبيه دبل عصبيه دبل. ما فيش مثال غير العصبيه يا دكتور، يعني ممكن اي حاجه يورثها بالاب والام غير العصبيه يعني. كل واحد بيلاقي المثال اللي اقرب ليه يعني. القصد اللي انا اقوله ان هنا في اسلوب وهنا في اسلوب، انت هتورث. فانت المشكله ان هو نفس القصه، نفس الموضوع، نفس التايتل، هنا فن وهنا فن. فانا يا ترى يا كلاس 3 لما اجي نادي على فن، هل هيبقى بلاش خليها فن يا جماعه، ما هي فن ايه، مش لازم نقول عصبيه ولا حاجه. الفن بتاع دي ولا الفن بتاع دي بتاعته هي دي بقى ليه القضيه. دايما اللغات البرمجه الثانيه قالت الموضوع ده مش لذيذ وبدات ايه تستوعب. تلاحظ ان احنا اللي حصل معانا ان احنا يعني الصفات مشتركه بين الكلاسين يا دكتور، فبيلخبطوا. هي دي المشكله. طبعا خدي نفس الكلام بقى على الاتريبيوتس والحاجات دي كلها. لاحظوا ان هو ايه اللي حصل، اتجاب من الاول انه ايه يعني الفن، فن الاولى، فن الاولى هي اللي كان من كلاس 1، فن الثانيه جايه من كلاس 2 صح. لما جينا رنينا لانه انه جاي من كلاس 1 مش جاي من كلاس 2، يعني هو اسمه الاولاني مش من الثاني، مع ان الاثنين على نفس المستوى، ده بيز وده بيز، وانا ورثت من البيز ده والبيز ده صح. نعم ايوه. طب ليه جاب الاولانيه يا دكتور ما جابش الثانيه؟ ايه ليه جاب الاولانيه؟ لو عملنا كلاس الاول يا دكتور هياخد من كلاسه. نعم عملنا كلاس الاول هياخد من كلاسه. اجيلك انت دلوقتي بس اسمع السؤال الثاني. ايه انا بقول حضرتك يعني من نفس السؤال تقريبا، هو تقريبا نفس السؤال يعني. ماشي. طب لو احنا جينا كنا قايلين ايه، كلاس 3 هنخليه يرث من كلاس 2 الاول ثم كلاس 1، تفرق؟ بس حضرتك قلت نفس البيس بس تفرق. يعني هنا اخذ بالاوردر، اخذ بالترتيب. تمام. اخذ بالايه؟ بالترتيب. انه قال لي اللي هيبقى ليه الترتيب لو لقيته متدبلر تمام هاخد من الاول، غير كده باخد من الاثنين. مع ان دوت عشان كده برضه في لغات تقول لك ايه الغباوه دي، كان المفروض اللي يحصل اوفر رايدنج، المفروض اللي يحصل ايه؟ يعني انا ممكن اتخيل لو انا قاعد بصور ما اعرفش اللغه دي اسمها بايثون دي، ممكن اقول لا هيشغل الثانيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ما هو هيبقى هو ماشي بمبدا الاوفر رايدنج، هياخد دي وبعد كده يجي ياخد يورث من اثنين هياخد دي، فاوتوماتيك دي اللي هترابلس عمل دي او هتعمل اوفر رايدنج. فعلى العموم لكن انا مش عايز اخبط، المهم هو ده الشغل بتاع ال يا شباب. تمام. في معلومه اخيرا نقولها على استطلاع كده سريع، هي ليها علاقه بالمرض بالانهيرتنس والمرض بالانهيرتنس، اسمها المرض. تمام. ايه المرض دي؟ لا مش هنا. ايه المرض؟ المرو يعني ميثود ريزولوشن اوردر، بس يعني الترتيب، الترتيب ماشي. بيقول لي ان بس هقول معلومه قبل ما اقول الترتيب ماشي، اما تاخد بالك منها، كل كلاس موجود في بايثون هو فعلا دريبد يعني من كلاس اسمه اوبجكت، كلاس اسمه ايه؟ اوبجكت باي ديفولت، باي ديفولت. فاكرين لما قلنا اي كلاس بتعمله يبقى ليه الكونستراكتور بتاعه لو انت ما عرفتوش صح؟ ايوه. وكذلك الكلاس بيبقى بينهرت او بيدريفد او هو وارث بالفعل من كلاس ثاني اسمه اوبجكت، شئت ام ابيت ماشي. والكلام ده موجود في اغلب لغات البرمجه برضه، فعلا لما تيجي ترجع للكلاس ده اصل لكل اصل
لازم يكون لمين؟ تمام. والا لما تيجي تعرف كلاس ازاي بتلاقي الاندر سكور اندر سكور مش عارف انيشاليزيشن اندر سكور اندر سكور مش عارف ديل والاندر سكور مش عارف. يعني في شويه خصائص بتطلع معانا دايما صح؟ مش اي كلاس بنعرفه في شويه خصائص بتطلع معانا. فبيجي نعرف كده يعني مثلا انا جيت كنت قايل كلاس 1 اللي هو السي 1 مثلا كنت قايل سي 1 دوت مثلا صح؟ طلع لي خصائص كده بس في حاجات اصلا كومن بتشتغل مع اي حد. مثلا انا ممكن اجي وقايل مثلا دوت مارو هتشتغل معايا بس لا بص كل دول هيشتغلوا معايا اندر سكور اندر سكور بس اندر سكور ديكت اخدناها اندر سكور داير اندر سكور اندر سكور دوك فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ ايوه الحاجات دي كلها موجوده فجت من ايه؟ الاس تي ار والسايز اوف والكلام ده كله جه من ايه؟ عملت كده دي مش هتجيب حاجه عشان تصحى ولا اي ديسكريبشن يعني انا اقصد الاخر الحاجات دي كلها موجوده في اصل. اصل ده هو مين؟ اصل ده هو الاوبجكت. اصل ده هو مين؟ هو الاوبجكت. تمام؟ طيب زي عارفين زي عارفين زي مين؟ زي الحياه بالظبط. كان بتيجي تقول ايه؟ يعني زي ايه؟ زي الحياه يعني مين اللي خلف ثلاثه؟ هتلاقي اثنين، مين اللي خلف اثنين هتلاقي واحد، مين اللي خلف ثمانية؟ حتى على فكرة حتة دي الدكتور طه معانا أنا في البرمجة بستدل بيها على 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 وحدانية الله يعني. بقول في الآخر بيقول مين اللي خلف. صبي يقطع يا دكتور. جدا يا دكتور والله، أنا بحسب من عندنا بس أنا ساكتة. أي خدمة. أنا عندي والله ما ادانيش إشارة ضعف ولا حاجة بس كده سامعني. اتفضل بقى كده حلو اتفضل. طيب زي ايه بقى حضرتك تقول؟ بقول الفكره بتاعت ان لازم يكون وارث من اصل بتيجي بالظبط كده ان لازم كل الاله في الاخر فاهمني؟ حتى اللي يجي يقول لك هو مين اللي خلق ربنا؟ نقول له طب افترض ان في واحد خلقه افترض ان في واحد خلقه افترض ان في واحد خلق اللي خلقه واحد خلق اللي خلقه في الاخر لازم توصل لواحد هو اللي بدا لازم توصل لبدايه هي اللي عملت الانيشيت اول ملف كتبوه فاهمني؟ اول حاجه بدات القصه تمام؟ احنا عندنا في البرمجه اغلب لغات البرمجه البدايه بتبقى دايما من اوبجكت حاجه اسمها اوبجكت. دي اوبجكت اللغه يعني شيء ما تمام؟ بدات القصه وكله بيبقى وارث منها. فالمعلومه دي اول معلومه تاخدها عشان لسه هتكلم في المره. يبقى احنا قلنا ان في البايثون كله بيورث لازم يكون في اصل والاصل عندنا اوبجكت. تمام؟ كل الكلاسز كل الكلاسز. كل البيلت ان ويوزر ديفاين بكلاسز لا يعني اتوقع اي كلاس معمول او احنا اللي عاملينه او اي بتاع كله وارث من الاوبجكت ماشي؟ المعروف بيقول لك انك لازم تتاكد ان الكلاس بيابيت بيفور البيرنت بتاعه كلام منطقي فاهم؟ بيفور يعني قبل ولا بعد؟ قبل يا دكتور قبل بس عايز اقول حاجه دكتور هو الترتيب في اللغه ذات نفسها تمام ترتيب اللغه ذات نفسها دي اهميه يعني انا ما اقدرش اشتغل على شيء الا لما اكون عرفته الاول مش العكس مش هشتغل عليه متعرف فاهمني؟ مش بالضروره يكون متعرف عشان اعرف اشتغل مش شرط يعني ايه؟ في حاجات كتير ما بنعرفهاش وبنتعامل معاها اول ما بتتعامل معاها تعتبر ده تعريف ليه؟ ماشي اول ما تعرف حياتك تعتبر ده تعريف ليه؟ مش هنختلف كيف هنا انا اقصد بيه في البرمجه الديفينيشن يعني الديفينيشن للفاريبلز مش اقصد بيها
يعني هي ما ينفعش شيء تقابلك في الحياه غير لما يكون موجود، سواء كنت انت عارفه كشخص او مش عارفه، هو موجود والا ما كانش قابلك يعني. فهمت قصدي؟ تمام. طيب هنا اهو بيقول لي لو انت عايز تعرف المرو اللي هو الاوردر يعني لاي حاجه انت بتستخدمها، ممكن تعمل اندرسكور اندرسكور مارو او تستخدم الفانكشن اسمها مارو. طول طيب خلينا في المثال بتاعنا ده مش قادر اعرف يخلص. قلت له طب انا السي 3 وعايز اجيب الايه اندرسكور اندرسكور مارو اندرسكور اندرسكور، ممكن اعملها برنت، ممكن اعملها برنت هنا برضو المارو 4 كلاس 3. طبعا بنفس الاسلوب ده انا ممكن اطبعها تاني بس مش بالاسلوب ده، اللي هو بقى بالاسلوب ده انا اعمل مارو مارو فانكشن. تمام؟ خمسه انا عامل حاجه غلط، قايل له اسكور اهو هي مظبوطه بس بعدها هو انا عايز اشوف دي عملناها على الاوبجكت. ها كنا اقول له على ايه؟ انا لسه كنت اقول لحضرتك اشمعنى سي 3 مش سي 2 وسي 1؟ ليه؟ لا ده الاوبجكت. ده الاوبجكت مش الكلاس. انت دارت تنفيذ الامر ده مع اي على الكلاس كله؟ لا مع اي نوع يعني، مع يعني ممكن اعمل كده ومخليه واجربه مع تو يعني، مش هيقول لي لا بس مع الكلاس مع الايه؟ مع الاوبجكت. تمام؟ او اجربه مع واحد، اجربه مع اي جنس. هو كده هيرتب بقى يا دكتور مين كده بقى نشوف إيه؟ الاقي ان المارو بتاع كلاس 3 هو بقى قال لي كلاس 3 خد بالكم بقى بالترتيب، وبعدين كلاس ايه؟ طالع من 2 طالع من 1 طالع من مين؟ الاوبجكت من اوبجكت. خلاص؟ وتلاحظوا ان هو بناهم لي كايه؟ كتابل. بناهم لي كتابل. هنا بناهم لي كليست. كليست. يعني تلاحظوا ان دي بتجيبها كتابل ودي بتجيبها كايه؟ كليست. بس مش اكتر. وبتجيب لك برضه ان كلاس 3 طالع من كلاس 2 طالع من كلاس 1 طالع من ايه؟ من اوبجكت. ما حدش يستغرب الاوبجكت، يبقى انتوا عرفتوا ان انا قلت معلومه الاوبجكت بالك معلومه. قال لي 2 يا باشا طالع من اوبجكت، 2 مش فارق من حد اصلا. وطالع من مين؟ من اوبجكت مباشره. طالع من كده الحته بتاعت المارو دي. كده نكون يعني اتكلمنا على الانهيرتنس كمالتي ليفل انهيرتنس وك مالتيبل انهيرتنس، اتكلمنا على الاوردر او الريزولوشن اوردر بتاعت الايه؟ الفانكشنز. بعد كده هنتناول بقى موضوع تاني فانا ايه؟ استاذنكم افصل اسايب الفيديو وارجع ماشي؟ انا ما نبدا موضوع تاني الفيديو يعني الفيديو زاد افصل. فيديو تاني دلوقتي. ماشي؟ اتفضل. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله.